هيحقق أرباح إزاي. تعال أقول لك على أهم نقطة مفيش حد هيقولها لك، لأن الحاجات دي حاجات سرية مش كل واحد هيقبل أن يقول لك عليها ويفهمك السوق بيمشي إزاي. فأنا بكون عملت تجارب وعارف ومتأكد أن العملة فيها حاجة اسمها بوت. البوت ده يعني ايه؟ يعني حاجة صناعية، ذكاء اصطناعي، تمام؟ مش هنقول AI لان هو يعني اقل من AI بكتير لسه، ولكن هو بوت. بيكون صاحب البوت عامل اوردر شراء بمبالغ معينة على طريقة معينة اسمها طريقة الاختراقات. هل انت شفت مدرستي القديمة اللي انا كنت بعلمك فيها بقولك اشتري على دفعات وخليك مع مدرسة الدعوم، تمام، والمقاومات، وانك تكون من نفس المدرسة اللي بتشتغل على الاختراقات وقت الشراء؟ هو نفس الكلام. البوت ده هو حاجة الكترونية متثبتة وموجودة بشكل معين على العملة اللي احنا هنخش فيها، وانا بقدر اكشف على ده وعرفه بالطبع بسهولة، تمام؟ وبيكون متوجه عليه، لو العملة صعدت ب10% اشتري، لو العملة صعدت 20% اشتري، طب لو صعدت 100% اشتري، تمام؟ معلومات كتير جدا متسابق. طيب ولو نزلت، تمام، هيقول له الاوردر اللي موجود معاه دلوقتي اوردر شراء، لان هو مش متوقع ان يحصل بامب وضمب على عملة، تمام؟ هو مش متوقع. انت بتتكلم السوق يعني في 30,000 عملة، شمعنا العملة دي اللي محطوط عليها البوتات متوقعين فيها الضمب والبامب بتاعنا اللي هيحصل خلال 10 دقائق في عملة سرية. فلذلك ما بتنزلش العملة ابدا على القناة الا بالتوقيتات المناسبة اللي انا بقول لك عليها، عشان خاطر تكون غير معلومة بوقت محدد فقط لا غير، ما يبقاش عندنا اي اختراق وحد يعرف احنا رايحين فين وبنعمل ايه. فلذلك ده سبب من ضمن الاسباب لما في ناس بالطبع، يعني انا مش عايز اقول يعني ما عندهاش معلومات، ولكن يعني عقليتها لسه بسيطة، فيقول لك يا دكتور قول لنا العملة قبلها بفترة عشان نعرف نعمل فيها ونبص عليها ونجرب فيها. يا ابني نجرب في ايه؟ ده انا لو قلت لك اسم العملة، العملة انفضحت، صاحب العملة يروح يخلي باله، صاحب العملة يبيعها لينا. يعني لو احنا رحنا نعمل بامب، هنلاقي قبل ما احنا بنعمل البامب شغالين نشتري وقع بيبيع علينا، هنلاقينا كلنا خسرنا، ولا في بقى بوتات اشتغلت ولا اي حاجة اشتغلت ولا الهوا ده كله. يبقى انت بتقول لي اديني معلومات بدري عشان نخش نتباع ونتقدم اضحية، بمناسبة بقى عيد الاضحى يعني، فنتقدم اضحية ويروح مننا مكسبنا. فلذلك كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دلوقتي دي حاجات سرية بنقدر نتعلمها وخبرة طويلة عشان ادخلك فقط لا غير في عملة تقدر ان انت من خلالها تحقق ارباح. انا عايزك تكون كسبان، محفظتك عندك دايما بتشتغل فيها. ثانيا نقطة مهمة جدا ودي اهم حاجة، لما دايما تشتري عملة لازم يبقى الفيز موجود عندك، ما تشتريش بال 100% الكاملة من العملة اللي موجودة سواء سيريام او العملة انت بتشتري بيها مثلا BNB، لانك وقت ما تيجي تعمل اعادة البيع، واحنا في ضمب بقى خلاص يعني بقولك بيع، فانت عندك مجال تطلع ربحك وتكسب بفضل الله، فلما يجي وقت الضمب تبص يقولك ايه سوري ما عندكش تمن الفيز اللي تقدر تبيع بيه، اللي هم ممكن كلهم 3 دولار 5 دولار، فانت ليه اشتريت بكل الفلوس؟ كنت تسيب 5 دولار على جنب عقبال بقى لما سيادتك تروح على منصة تانية وتيجي تشتري إيثيريوم، ده لو كان لسه معاك فلوس، وتحول الإيثيريوم من مكان لمكان تكون الخسارة فادحة، لانك ما التزمتش ان يكون عندك اساسا عملية، وهي عملية ان انت تقدر تسدد الفيز الخاص بالدفع. فلذلك كل الحاجات دي نقط مهمة جدا. انا بالطبع لاني بدردش معاكم وانا ماشي، يعني قعدنا دخلنا في 10 دقائق، فانا هنزل المقطع ده على مقطعين على حلقتين باذن الله ورا بعض، بحيث اني كل يوم جمعة الساعة 19 توقيت جرينتش، وده يعتبر الساعة
10 مساء توقيت المملكة العربية السعودية، ويعتبر أيضا الساعة 11 مساء توقيت دولة الإمارات العربية، ويعتبر 10 مساء توقيت دولة الكويت، ويعتبر 10 أيضا مساء توقيت جمهورية مصر العربية. دي التوقيتات المبدئية اللي أنا ممكن أقول لك عليها عشان تكون متواجد معنا في البام بتاعنا اللي بيتعمل كل أسبوع، وبنقدر من خلاله نحقق أرباح قوية بفضل الله. المرة دي عملة قوية جدا، بوعدك إنها ممكن تخش للعشر تلاف في المية بإذن الله، فحاول تكون مركز الجمعة الجاية وبإذن الله نقدر نحقق أرباح كبيرة بفضل الله. دمتم في رعاية الله وأمنه، كنتم مع قناتكم كريبتو بنتلي مان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظ الـ VIP عن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.